صوت السندريلا البوكس نيوز. بوكس نيوز. كما تعرفوا قبل المولد الإقبال على الزقوقو والفاكهة يكثر من عند التوينسة، وكما جل الأعياد الدينية كما الاستهلاك يزيد الغشة زادة تزيد، وين تمكنت فرق المراقبة الصحية البارحة ثلاثة من حجز 142 طن من الفواكه الجافة وزقوقو وحلويات اللزينة غير قابلة للاستهلاك، 5% منها مخلوطة بالمبيدات. وأفاد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي، يقول أنه تم تسخير 73 من الفرق الجهوية والمحلية بمختلف جهات البلاد لمراقبة المواد اللي يكثر الإقبال عليها خلال المولد النبوي الشريف. وبينت الفرق هذه أنه تم رفع 90 عينة من المواد المشكوكة في صلاحية استهلاكها للتحليل، ويذكر أنه تبين انتهاء تاريخ صلاحية بنسبة 55%، وجود حشرات وحاجات أخرى بنسبة 35%، لعدم مطابقة للمواصفات بنسبة 5%. التعليق كانت هكا اللي بهت اللي في مناسبات دينية نورمالمون تكثر الحاجات الباهية، ليه في تونس تكثر الغشة والسرقة؟ فما اللي قال يا ربي رانا أمة محمد هكا تعلمنا، أنوفة بالتعليق هذا، هذه مش غشة، هذه محاولة قتل. ليه ويبيع لك ويقول لك مولدك مبروك، ولا هم صلي وسلم على سيدنا محمد دمرت لنا المولد الساعة. تصور عائلات توا يطيبوا في العصيدة سمعوا مبيدات وكذا وعباد شارية ومش عارفة شارية صحيت ما أنا نعرف توا ثلاثة عائلات طيشوا العصيدة بالله بالصومة بتاعها مش تبدأ مبيدات شرب الديناميت العباد مش تاكل مش تاكل بالحق رفيق ربي معاهم العباد هذوما، وهذوما العباد هذوما يستحقوا الحبس. أنا بالنسبة لي تبيع في حاجة ما قلت احنا سخال يستحقوا حاجة أخرى نعرف التريب اللي تمشي فيه معليش في الخدمة هاي تفضل الحل خويا ليه تقول يستحقوا الحبس ما عطيتنا معلومة زعما فاجأتني بالراي يستحقوا حاجه اخرى معناها والحبس نورمال اللي منه اللي يبيع يغش ايه العبد راقده وانتي تخدم واحكي على المبيدات ايه كل واحد اسمع هو الغش اللي تستفحل في الاعياد في المناسبات الدينيه رمضان العيد الكبير العيد الصغير هو 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 الحق بيناتنا بيناتنا معناها نتوجه بالشكر للفرق اللي ليله المولد شدوا معناها جاب ربي خاطر اليوم فيشتك وبعد غدو بيزيدوا شدوا معناها الباقي اللي قعدوا معناها هذوما الحملات يلزمهم يكونوا قبل بجمعه قبل بجمعتين يلزم اليقظه تكون اي مالوغوزمون يقول لك ميسره يقول لك كيما راس العامك القطوات اللي يتباعوا في الواحد كيما في العيد الكبير وقت العيد الصغير وقت يتباع الحلو فما الناس تطغى عليها التجارة وما عندهم حتى معناها ضمير مهني ضمير إنساني خاطر ذي معناها بالحق إذا توصل تبيع حاجة حاجة فيها مبيدات معناها سمحني مش حكاية ضمير ودين ما ينفع في حد شيء المشكلة اللي مش الغشة اللي هي موجودة كما قلت انت في العيد الكل المشكلة اللي احنا بعض المواطنين يستغلوا البلايس اللي تبدأ معناها فيها مراقبة والأمور تبدأ واضحة وصعيب وقليل يمشي يسري نمبورك في أي بقعة في أي بلاصة وذيك تنجم تتكلف لك غالية صحيح تنجم تربح دينار ولا اثنين ولا ثلاثة ولكن من بعد تلقى كل الفاكهة اللي خذيتها ولا حاجة راهي مخشوشة تنجم تتكلف لك صحتك دونك ردوا بالكم على رواحكم وعاش عودوها صنعاء برنس بربي وقت تكلموا على المبيدات في الحكايات هذوما شنو هي المبيدات شو جاو حطوا الدواء في الواحد تعرف ما شنو هي الغشه هذه هي قرات الخبر عليك يعني كيفك شهدل عليك انا مشيت ناخذ اللوز ولا البوفري ولا الواحد ما هو عندي عينيا نشوف بيهم كان انت خذيت على خدني ما تاخذوش في داركم على بكري ساعه ساعه وامك تلقى فيه شويه قطوع وتلقى فيه شويه كل واحد وتنظفوا كل شيء هي هذوما تخسروا في اخر ليله كل شيء لا نظفوا لحد شيء هبط عليهم الحاكم وكلوا تريح اسمعني شنو ما كنتش نشوف شي مبيدات يا اخي حط تعرف معناها تكون مبيدات راهو شيء كبير سلطات وجهات مسؤوله قالت 50% مش خير صحيح 50% قال لك فاتت الداد نتاع الصلوحيه نتاعها 35% كلها حشرات وفاسد الماكله وفيها حتى 5% قال لك مبيدات الله اعلم شنو هو البلوس اللي يحطوا فوالا ما يا اخي معناها تقرير رسمي معناها مانيش نعطيو في معلومه قالها نمبورت واحد اي واحد لا وتمشي قالها احدهم احدهم ولا وتمشي تشري ويبدا يقول لك الغشاش لا تبارك له بلوس يبدا يسب في روحه الغشاش لا تبارك له اغزر رفيق ما كناش نكونوا في الوضعيه هذه لو كان كل شيء متاح للتوانسه الكل علاش اليوم تمشي البنكردان تاخذ اسعار
60 و70% اقل وافيك اون كاليتي 5 و6 مرات خير من اللي راهو في تونس. مانيش نشجع راهو على ال 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 ليه مانيش نشجع ما بالحق راهو راهو مخك يقف راهو كيلو البندق هذيك لهنا 120 و 130 دينار راهو في بنقردين لا كاليتي سوبيريور تلقاها ب 50 و60 دينار معناتها 50% اقل. علاش على خاطر على خاطر وعلى خاطر الدولة يعود تخلي هالتجارة هذه محلولة تجي تفرض عليك أداءات 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 دو تيل سورت اللي يخدم دون لو سيركوي يقول لك أنا ليغال يجي بالسلعة تتكلف له غالية وكي تقعد وتوفى الصلوحية بتاعها يلزمه بسيف عليه يبيعها باش يرجع الفلوس نتاعو دوك يبيع لك المغشوش. دوك اليوم المنظومة اللي عندنا الكل اللي داخلين فيها هذه تخلي انه العباد في الاخر نوليو احنا متضرين كمواطنين ناخذوا في المغشوش. مش الاداءات هي اللي تخلي واحد كي تفسد له سلعة يبيع هو ذاك راس مال باش يخلص عليه اداءات ولا ليك يربح كلكو سوا. اذا كان هو غشاش اذا كان هو غشاش ما يقبلش على خاطر سلعته فسدت باش يتحمل هو الخساره ويرضى من عرفش شنو يعمل باش يقتل العباد ما عندوش علاقه بالاداءات. سافري تقول لي اوكي غالي لهنا العباد تمشي للكونترا وي مي هذا نحكيه على فينومين نتاع غش على فينومين نتاع واحد ينجم يقتل العباد باش هو يربح 200 الف ولا مليون بمناسبه المولد. وكما قال حاتم هذه معناها لا نفع فيها في تونس لا دين لا ضمير لا اخلاق لا بدأ لا حتى شيء. أنس أن فينومين اللي قاعد يمس في كل القطاعات. يا رفيق لو فما ناس تعمل استراتيجية متاع تشري فاند ستوك وستوك بيريمي والدنيا كل فما ناس تخدم خدمتها هذه يقول لك إيش يا أخوي العزيز كان عندك سلعة بيريمي هات ناخذها من عندك وانا نسوقها وانا نبيعها وانا نعطيها للمواطن. فما ناس هذيك خدمتها ما يهموش اللي باش تحكي له النوسيون تاع اني رد بالك وحياه العباد هذه ما يخممش فيها الجمله يخمم في الربح والربح المباشر باش اليوم يدخل فلوس النقطه ورجع للصفر. ربي يحمينا ان شاء الله الناس كل خطاب كله يزم يتراجع خطاب اعلامي خطاب ديني باش الناس تعرف معناها حرام واش معناها توكل الناس الحرام واش معناها توكل الناس الحاجه اللي تمرض واللي تقتل لانه العباد ولات ما عادش تخاف نتيروا